عايزه اقول لكم، وانا جايه النهارده في الطريق صديق بعت لي مسج لمجموعه من الشركات والمصانع اللي موجوده في العاشر من رمضان، طالبين تخصصات كتير وعماله كتير مختلفه. شركات العاشر من رمضان او المناطق الصناعيه عموما في مصر بتعاني من ندره العماله، ورغم انه الشركات والمصانع دي انا مش همسك اسامي بعينها عشان ما حدش يقول لي او عشان ما يبقاش ليهم اعلان او ما الى ذلك، بتوفر مكان سكن للمغتربين، بتوفر تامين صحي، بتوفر اجر ملائم انا شايفاه انه مناسب، ومع ذلك الناس مش عايزه تشتغل. تنزل العاشر تلاقي يفط على مصانع مطلوب عماله في مجتمع يدعي، انا بشوف ان البطاله في مصر ادعاء اكتر من انها واقع، لان معدلات البطاله مرتبطه بعدم الرغبه او جزء ما عندوش رغبه في العمل، مش لان كل معدلات البطاله او الارقام اللي احنا بنطلعها اللي بتتعلق بمعدلات البطاله في مصر هي ارقام واقعيه ان البلد دي ما فيهاش شغل. الواقع بيقول لا، ان البلد دي فيها شغل، بدليل ناس كتير جدا بتبدا من عدم وناس عملت مشروعات، واخواتنا السوريين طبعا ابرز مثال على ده بقوا ما شاء الله، يعني ما بقرش لكل مجتهد النصيب، اصحاب محلات واصحاب مشروعات بداوا، يعني اظن يعني لو هم جايين بلد زي ما الناس بتقول انها لا قدر الله لا قدر الله بلد كلها خراب او بلد ما فيهاش شغل او بلد الناس فيها مش لاقيه تاكل او بلد الناس فيها مش عارفه تشتغل ولا تعيش، ما كانتش الناس هتعرف تطلع منها شغل، لان الشغل ده يعني هدف، هو ان الانسان يكون عنده هدف في الحياه. الوظائف التفصيل قلنا فصلها بنفسك بمشروعك زي ما انت عايز، لكن جزء تاني بكرر من البطاله اللي موجوده في مصر عدم الرغبه في العمل او في انواع العمل دي على وجه التحديد. يعني هتلاقي العامل يروح يجيب توك توك او يشتغل على توك توك باليوميه، مش عايزين نضحك على بعض، وما يروحش يختار الوظيفه دي او الشغلانه دي، يبقى في الشارع معرض انه سايق توك توك غير مرخص، معرض للحوادث، معرض لاحتكاك بنوعيه من البشر، ويعني اسلوب محدد. انا مش بسيء لكل سائق التوك توك، ولكن في بعض منهم او جزء كبير منهم كده، وما يروحش يشتغل عامل باليوميه. طب اما الاقي شركه بتقول لك والله يا جماعه انا محتاج ناس تشتغل عندي، هوفر لك سكن وهوفر لك تامين صحي، طب الناس ما بتروحش ليه؟ يعني لو انا بقول اني مش لاقي شغل، طب انا ما بروحش ليه؟ على فكره احنا لو فتحنا الموضوع ده هتلاقوا اصحاب مصانع كتير جدا وشركات كتير جدا بيكلمونا يقولوا لنا والله يا جماعه احنا عندنا وظايف ومش لاقيين عماله. بلاش، انت بتروح لنقاش، نقاش جاي يعمل لك شغلانه في البيت، يقول لك الصنايعي مطلع عيني مش هيشتغل، مع ان يوميته بتبقى كويسه جدا. تروح مثلا لعامل رخام، عامل رخام ده ما شاء الله عليه، يعني في تفاوت طبعا في اليوميه بينهم بين بعض، تبدا مثلا من 100 جنيه و150 جنيه في اليوم، وفي منهم مثلا رخام منشار بيوصل ل 200 جنيه في اليوم وهكذا. بلاش، الحد الادنى بنتكلم على 75 جنيه في اليوم مثلا، ومش هتلاقيه لاقي حد يشتغل. لما بتلاقي صناعي كهربائي ولا سباك كويس في مصر الحمد لله بتمسك فيه ما تسيبوش لانه قليل. طب المصانع والشركات دي مين هيشغلها اذا كانت الناس عندها عزوف على النوع ده من الوظائف؟ يعني انا بص عشان هي كانت عندي على الموبايل، انا هقول لكم المصانع اللي موجوده وانتوا بطريقه سهله جدا وبسيطه تقدروا ان انتوا تنزلوا وتروحوا منطقه العاشر للناس الجادين اللي بيدور على شغل، للشخص اللي هو بيسمعني دلوقتي مش مقرر ان هو يفضل قاعد في بيتهم. انا اسفه جدا، عفوا نقول حظنا واللي جرالنا، يعني انا عندي مطلوب للعمل في اكتوبر والعبور والعاشر مصنع كوبايات، هتلاقوه معروف، يعني لو ناس نزلت سالت على مصنع الكوبايات في المناطق الصناعيه معروف جدا. المرتبات 3700 جنيه. مصنع مواد غذائيه بيدي مرتب 3200 جنيه زائد وجبه،
مصنع بصل مجفف، في مصنع بتاع بصل مجفف معروف جدا، ده مرتباته 3200 جنيه. مصنع ألبان عفوا 3000 جنيه. مصنع مكرونة 3000 جنيه. مصنع أعشاب 2700 جنيه. مصنع بلاستيك 2900 جنيه. مصنع صلب 3000 جنيه. مصنع أعشاب في العبور 3000 جنيه. المصانع دي طالبة ناس بيوفروا سكن للمغتربين، تأمين صحي واجتماعي، الأوراق المطلوبة، البطاقة، الملف الإداري، الفيش والتشبيه وما إلى ذلك. ده كله موجود، غير اللي احنا أعلنا عنه امبارح في محافظة القاهرة ومحافظة المنيا، غير نشر تشغيل القوى العاملة اللي موجودة كل شهر على موقع وزارة القوى العاملة. دي ناس بعتوها لي امبارح قالوا لي المصانع في العاشر على وجه التحديد حتى يفط، مطلوب عمالة ومش لاقيين، مش لاقيين. تخيل انت في بلد الناس بتشتكي فيها من معدل البطالة ويقولوا انا عندي معدل بطالة مرتفع، وناس تقولك هو فين الشغل، هو انا لاقي شغل، مش لاقي شغل يناسب اللي في دماغك حاجة، ومش لاقي شغل خالص ده حاجة تانية. وتاني هرجع اكرر ندائي لحضراتكم، معنى ان انا دخلت كلية على سبيل المثال تجارة ده مش معناه جرانتي الوظيفة، لانك لما اخترت الكلية براحتك ما اخترتش سوق العمل بتاعها. يعني مثلا على سبيل المثال في انجلترا نيجي ناخد وظيفة زي الاطباء، شوفوا الاطباء اهو كلية من كليات القمة عندنا في مصر، وكل واحد دكتور هنا عندنا بيختار التخصص اللي يعجبه. يعني يجي الدكتور يتخرج من كلية طب مثلا يختار بقى اللي هو عايزه، بطنه، جراحه، نساء، مساء، اللي هو عايزه، قلب، اللي يعجبه. تمام؟ بره بيعملوا ايه دلوقتي في كليه زي كليات الطب؟ يجي يقول لك لا انا عايز الدوله محتاجه 30% على سبيل المثال من عدد الاطباء الخريجين طبيب اسره. هو كده. فمثلا أنا بحط الدولة عايزة إيه؟ الدولة عايزة من مثلا دفعة الأطباء السنة دي 20% منهم تخصصات تخدير، عشان أنا عندي في المستشفيات نقص طبيب تخدير، فأنا عايز الدفعة الجديدة اللي تطلع يطلع لي بتخصص تخدير. تفكير. آجي هندسة، الدولة عايزة السنة دي خريج مثلا هندسة ميكانيكا، عايزة 10% مثلا من خريجين الهندسة اتصالات وتكنولوجيا معلومات. تجارة، لا أنا مش عايز محاسبة، عندي كتير محاسبة، أنا عايز مثلا خريجين اقتصاد وإدارة أعمال، حقوق، وهكذا. بيعملوا ده، مش كل واحد يدخل جامعة يقول لك أنا المفروض أخرج من الجامعة دي ألاقي عفوا بعتذر طبعا أنتوا عارفين البرد، أخرج من الجامعة دي ألاقي الوظيفة الفلانية. ده غلط، ده غلط تماما. المفروض نبتدي نتعامل بالنسب وبالأرقام، احتياجاتنا إيه، أنا عايز ناس بيشتغلوا إيه، ناس تخصصاتهم إيه، ونعلن عن ده. عارفة إن الوقت هياخد مجهود، بس إحنا عندنا حياة وزارة نشيطة جدا، وزارة التخطيط والمتابعة، دكتورة هالة السعيد يعني الحقيقة شخصية بتتعامل بالتخطيط والأرقام هايلة جدا. نشوف الدولة عندنا محتاجة خريجين ايه، فيقوم لما يدخل عندنا دفعة من الثانوية العامة السنة دي نقول لهم والله أولويات احتياجات الدولة عايزين خريجين كذا وكذا وكذا، تخصصات كذا وكذا وكذا. الأطباء بيطفشوا من المستشفيات الحكومية، طب مستشفيات الحكومة ناقصها تخصصات ايه؟ ناقصني مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، وأكيد إن التخصصات اللي أنا محتاجها دي هديهم أجور كويسة عشان ما يسيبونيش ويروحوا يشتغلوا في القطاع الخاص. وبناء عليه أنا اللي لازم أحدد أعداد الخريجين عندي محتاجها في إيه، في تخصصات إيه. مش كل سنة عندنا ملايين الخريجين ملهمش وظائف تناسب شهادات التخرج بتاعتهم أو على قد شهادات التخرج بتاعتهم، لأن أنا محتاج حاجة تانية خالص. أنا كمصر محتاج شهادات تانية،
محتاج تخصصات تانية، محتاج خبرات تانية، محتاج تعليم فني أكتر، محتاج كليات فنية، محتاجين تمريض أكتر من أطباء ممارس عام اللي بقت كتير قوي، أكتر من أطباء البطنة اللي بقوا كتير قوي. مش محتاج بطنة. انتوا عارفين مثلا تروح لتخصص زي الأوعية الدموية، قليل قوي اللي تلاقيه متخصص جدا 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 في الأوعية الدموية على سبيل المثال يعني. تروح مثلا لكليات العلوم، ادور اشوف الدوله عايزه ايه، عايزه ايه من الخريج. اروح لصيدله، انا كله محتاج ان هو يقف في صيدليات، كل واحد فيهم محتاج ان هو يفتح صيدليه، ولا انا محتاج ناس ليه علاقه بالشغل التقني جوه شركات الادويه، ليه علاقه بالجزء الفني. ده موضوع مهم جدا. امتى هنبتدي نتحرك تجاهه؟ انا عندي امل كبير انه ده يحصل قريب قوي، انه نقعد نقول يا جماعه مصر محتاجة من الخريجين إن شاء الله اللي جايين أو دفعة ثانوية عامة اللي داخلة الكليات محتاجين تخصصات كذا وكذا وكذا، لأن سوق العمل عندنا بعد 4 سنين إن شاء الله التخرج بتاعهم محتاج كذا وكذا وكذا، وندخل على كليات القمة بكل يعني الفئات. حتى ألسن، ما إحنا ممكن يكون عندنا بعض اللغات النادرة أو اللي ما عندناش كتير بيتكلموا اللغة دي، فنقول والله احنا خريجين ألسن محتاجين القسم الفلاني اللغة الفلانية، محتاجين فيها أعداد عشان الدولة محتاجة لها. يعني عندنا تنوع مثلا في أعداد السائحين دلوقتي، فممكن تلاقي في بعض التور جايد أو السائحين الحمد لله ربنا يزيد ويبارك، يعني ما عندناش إتقان للغة الفلانية، ما عندناش مثلا كتير، أنا بضرب مثال مش بقول إن ده الواقع يعني، بيتكلموا ياباني كتير مثلا. فاحنا عندنا جامعة القاهرة القسم الياباني فيها رائع، مخرج من أفضل الناس اللي موجودين في اليابان حاليا مثلا دلوقتي، مش ما عندناش، عندنا. فأقول والله أنا محتاجة ناس في القسم ده، خريجين القسم ده زيادة. أروح للطلبة اللي داخلين على سنة التخصص في الجامعات المصرية إذا كان بيبدأ التخصص من سنة تانية أو من سنة تالتة، وأقول أعلق كده منشور إنه مطلوب لسوق العمل طبقا لاحتياجات القطاع الخاص كذا وكذا وكذا وكذا. اعتقد دي مسألة مهمة جدا جدا، لانه اللي احنا بنشوفه احتياجات سوق العمل في فجوة رهيبة. يعني تيجي تعمل دراسة جدوى لمعدلات البطالة، يعني على قد خبرتي المتواضعة وزي ما اتعلمنا، رهيبة بين احتياجات سوق العمل واعداد الخريجين وتخصصاتهم، فجوة شنيعة. الفجوة دي هي اللي مدياك رقم البطالة اللي انت بتبص عليه. مش مسألة ان مفيش شغل، لا في شغل، بس مش مناسب لتخصصات الخريجين اللي موجودين عندنا. يعني نادرا قوي دلوقتي لو تلاقي وظيفة محاسب مرضية لحد، عندنا اعداد كتيرة جدا من المحاسبين، كتار قوي، كتار جدا. فوضع طبيعي اللي بيخلص محاسبة عايز يشتغل في بنك، فتيجي تلاقي البنوك عندها كفايتها من أعداد المحاسبين، كفاية رهيبة، فمش محتاج محاسبين. بس ممكن تلاقي قسم اقتصاد مثلا في كلية التجارة اللي بيدخله عدد قليل مش كبير، يعني المحاسبة أكتر حاجة وبعدين إدارة أعمال وبعدين الاقتصاد. نيجي نروح للقانون، حقوق، تلاقي برضو الحاجات اللي في كلية حقوق كله بيدور، طبعا وظيفة طبعا مشرفة كل الناس لازم تتطلع عليها، هو ان يروح يتعين في النيابة، وجزء يفضل مهنة المحاماة. طب في جزء تالت اللي مش هيفتح مكتب محاماة ومش هيتعين في النيابة هيعمل ايه؟ الموضوع محتاج وقفة، محتاج دراسة.